سانشو علامة استفهام. جيدن سانشو في رأيي كان واحد من أفضل اللعيبة البرومسنج اللي طالعة في ألمانيا جدا، ولكن برضو في بعض النقط لازم نتكلم فيها كتير. هبدأ حديث عن سانشو يمكن من الصيف، وضربة الجزاء اللي ضربها في الفاينل قد تكون لسه كانت شوية مأثرة عليه، كان فاينل يورو، فاينل يورو، يورو على غراره هو أو بوكايوساكا. سانشو لعيب كل جمهور مانشستر يونايتد بقى أكتر من سنتين مستنيه، ودي الصفقة الأطول في فكرة إن المفاوضات وننزل 120 مليون يورو ونجيبه السنة اللي فاتت ب 75 مليون يورو بس. لعيب صغير عنده 21 سنة، عنده نقلة كبيرة في حياته في رأيي برضه من الدوري الألماني مهما كان للمنافسات في البريمير ليج، فلازم الجمهور يستنى عليه شوية. تاني حاجة إنه سانشو حتى دي اللحظة في رأيي لسه حظه وحش. الماتشات اللي شارك فيها أول مباراة كان فيها تنافسية عالية جدا، بعد كده لما ابتدى يلعب في الشامبيونز ليج قدام يانج بويز حصل الطرد بتاع ارون وان بيساكا، فاضطر انه لازم ينزل ديجو دالو، وده معناه ان لازم ابدا امن شويه دفاعيا، فهشيل مين؟ هطلع جيدن سانشو اللي برده لسه مش محظوظ. لسه سانشو ما اخدش بالشكل الكبير، واللي برده مش خادم قوي جيدن سانشو. وجود رونالدو في الفريق يظلمه؟ بالعكس، انا شايف ان وجود رونالدو يزيده، لكن مشكلته الاساسيه انه لما كان بيلعب في بورسيا دورتموند فترات طويله كان دايما الباك اللي وراه اشرف حكيمي، كان بيساعده كتير انه يقدر يعمل اوفر لابنج ويضم هو، ودي النقطه اللي بحبها. شخصيه رونالدو يعني دايما بيلعب انا صاحب الكوره، يعني مطلوب من كل اللعيبه في الفريق انها تباصي يخدموا عليه، وده شيء بيحبه جيدن سانشو. جيدن سانشو بطبعه اسيستر اكتر ما هو مهاجم هداف، وده شايفه هيخدمه. ولكن المشكله يمكن في رايي ان المدافع اللي وراه ارون وان بيساكا مدافع دفاعي جدا، صبغته الدفاع مش بتساعد. نروح سريعا جدا لارقام جيدن سانشو في الموسم الاول مع مان يونايتد. هو طبعا كان واحد من الصفقات الواعده زي ما يعني اتكلمت مع مينا، كنا منتظرين منه انطلاقه افضل، لكن لسه منتظرين ده لانه لعب 6 مباريات ما احرزش اهداف ولا صنع اهداف ولا صنع فرص، وده طبعا غريب جدا على حتى الفورمه اللي كان بيها مع بروسيا دورتموند. صوب تسديده واحده على المرمى تخيل في 6 مباريات، حتى ما جاتش بين ال3 خشبات. تمريراته صحيحه 86%، لكن هي قليله لانه مرر 144 تمريره فقط، منها 124 تمريره صحيحه. عرضيات 2 وتمريرات بينيه 2، وعمل 4 مراوغات صحيحه من 10. انا الارقام دي تديني انطباع انه نفسيا لسه مش مهيئ لهذه التجربه. انا الارقام دي تقول لو انا لعبت في مانشستر يونايتد هعمل ارقام احسن هعمل احسن انا اكيد هعمل احسن من كده. انا اختلف مع مينا في نقطه رونالدو، لان انا زي ما احنا حللنا ان ده موضوع نفسي، لان احنا عارفين امكانيات سانشو طبعا وكلنا شفناها. سانشو كان رايح على انه الصفقه المنقذه لمانشستر يونايتد، والرجل اللي بتنتظره الجماهير بقالها كتير.